السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا أحبتي في الله مع اللقاءات الجميلة، اللقاءات المفرحة، اللقاءات التي تبشر بخير دائما. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن علامات كثيرة جدا من رآها في المنام تدل على الزواج له في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. فعلا هذا الأمر يخص طائفة كبيرة من الناس، لا سيما الشباب ولا سيما البنات، يحتاجون أن يروا بعض الرؤى التي تبشرهم بالزواج. فالنهاردة هنتكلم عن علامات كثيرة جدا. هذه العلامات إذا رأها أي شخص يعلم أن هذه بشرى من الله تبارك وتعالى له بالزواج. واحد، رسم الحواجب في المنام. بالنسبة للبنت العزباء، رسم الحواجب في المنام تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. اثنين، رؤية العزباء تمشي في قميص النوم. رأت في المنام أنها تمشي بقميص النوم، فلتعلم أن هذه الرؤية تبشرها بالزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. ثلاثة، شراء العباية بالنسبة للبنت العزباء تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. أربعة، رؤية الشاب الأعزب للطرحة تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. خمسة، ارتداء المرأة المطلقة للحذاء الوردي بشرط مع إعجاب من حولها أو إعجاب من ينظر إليها، بمعنى إن هي لبست في المنام الحذاء الوردي وهي ماشية شايفة إن كل اللي بيشوفها وبينظر إليها معجب بيها ومعجب بالحذاء ومعجب بالمنظر بصفة عامة. هذه الرؤية للمطلقة تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى في القريب العاجل. ستة، رؤية الثوب الأخضر بالنسبة للبنت الشابة، البنت العزباء، لما ترى الثوب الأخضر في المنام هذه الرؤية تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. سبعة، أيضا بالنسبة للبنت العزباء، رؤية الحذاء الرياضي. طبيعي أن معظم الكلام هيكون للعزباء وللشاب الأعزب، إلا ما ندر زي العلامة اللي فاتت لما كنت بتكلم بالنسبة للمطلقة، فمعظم الرؤى هتكون للعزباء وللشاب الأعزب اللي احنا بنتكلم عن الزواج. فالعلامة السابعة الحذاء بالنسبة للبنت العزباء، ولكن الحذاء الرياضي. تمانية، رؤية العضو الذكري بالنسبة للبنت العزباء، إذا رأت العضو الذكري للرجل، لو رأته في المنام تدل هذه الرؤية على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. تسعة، رؤية الغوايش اللي هي بتلبس في المعصم في الإيد هنا بالنسبة للبنت العزباء، ولابد أن تكون الغوايش من ذهب. رؤيتها البنت العزباء لهذه الغوايش تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. عشرة، الفستان الأزرق في المنام بالنسبة للبنت العزباء أيضا تدل على الزواج. 11، أحمر الشفاه بالنسبة للعزباء يدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. 12، إهداء المكياج في المنام للعزاب، يبقى للولد والبنت اللي لسه ما تجوزوش، رؤية إهداء المكياج يدل على الزواج. 13، زواج الأقارب للعزباء. يعني إيه زواج أقارب؟ يعني البنت العزباء شافت في المنام إن هي بتتجوز ابن خالتها أو ابن عمها، أو من الممكن يعني إنها تكون بصفة عامة زواج أي حد قريب منها، تدل هذه الرؤية. طبعا هي مش في دماغها حاجة، يعني هي نايمة بتفكرش في الكلام ده عشان ما نقولش حديث نفس، لا ده هي فجأة شافت إنها بتتجوز حد من عيلتها. إيه الكلام ده بقى؟ معناها تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. 14، تساقط الشعر بالنسبة للبنت العزباء وهي تغسله تدل على الزواج إن شاء الله. من الممكن إن هي تقوم مفزوعة وتبقى قايمة خايفة،
انا شعري تساقط عندي في المنام، يبقى اكيد الرؤيه دي مش محموده. لا ده هي محموده، ده جميله، ده تدل على الزواج كمان. 15 الحذاء الابيض بالنسبه للبنت العزباء في المنام، الحذاء الابيض بالنسبه للبنت العزباء في المنام تدل على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. 17 اكل الباذنجان بالنسبه للبنت العزباء. انا عملت فيديو للباذنجان لما فيه من الخير الكبير، ممكن ترجعوا. فالباذنجان بالنسبه للبنت العزباء يدل على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. 18 رؤيه النفق، عارفين النفق اللي تحت الارض، لو الانسان شاف نفسه في النفق يدل على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. 19 ارتداء الاسوره بالنسبه للبنت العزباء تدل ايضا على الزواج. 20 الشعر الابيض للشاب الاعزب، فجاه في المنام راى ان شعره كله ابيض وهو في الحقيقه شعره اسود، تمام، وحتى لو انه شعره ابيض، شاب مثلا وصل لل 30 35 وبدا يبقى شعره ابيض ولسه متجوز، شاف ان شعره ابيض، فهي مش فارقه معايا هو في الحقيقه شعره اسود ولا شعره ابيض، مش فارقه، انما لو راى في المنام شعره ابيض في المنام بالنسبه للشاب الاعزب هذه الرؤيه تدل على الزواج ان شاء الله. 21 اهداء الفضة للعزاب، الشاب الاعزب او البنت العزباء اي واحد فيهم يشوف في المنام ان حد بيهدي هدية من فضة تدل على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. 22 التاج من الذهب بالنسبة للبنت العزباء رؤيته او لبسه يدل على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. 23 رؤية البيتزا بالنسبة للبنت العزباء هي ليست زواج وإنما مشروع خطوبة، مشروع خطوبة، طالما في خطوبة يبقى الأمر هيصل للزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. 24 الكعب العالي عموما بدون النظر إلى تفاصيل في اللون أو في الطول، كعب عالي قوي ولا كعب، لا الكعب العالي، شفت كعب عالي في المنام بالنسبة للبنت العزباء يدل على الزواج. 25 رؤية البنت العزباء الضرب من شخص، بغض النظر بقى الشخص ده عارف ولا ما عارفوش، انا شفت ان حد بيضربني في المنام، فالضرب بالنسبة للبنت العزباء من شخص يدل على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. 29 عفوا 26 ركوب الشاب الاعزب لسيارة الشرطة، بعض الناس ممكن تخاف من الرؤية دي، يقول أنا إيه اللي جاب الشرطة في المنام؟ أنا يعني يبدو إن الرؤية دي مش محمودة، لا هي محمودة يا ابني، هي محمودة بالنسبة للشاب، تدل على الزواج إن شاء الله، فالشاب اللي يشوف نفسه راكب سيارة الشرطة يعرف إن الرؤية دي محمودة وما فيهاش حاجة، ده تدل على الزواج، ده جميلة جدا. 27 رؤية رجل الشرطة للعزباء، يبقى اللي خاص بالشاب انه يركب سيارة الشرطة، اللي خاص بالبنت العزباء انها تشوف رجل الشرطة في المنام تدل هذه الرؤية على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب 28 رؤية الحشو بالنسبة للصوف للشاب الاعزب، انه يشوف اي حاجة محشية صوف، يشوف بقى لحاف، يشوف مرتبة، يشوف قميص، يشوف بلطو، الحشو الصوف بالنسبة للشاب الأعزب زواج إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا في قضية الصوف ودي العلامة 29 خياطة الصوف للشاب الأعزب تدل على الزواج، لو شاف إنه هو بيخيط صوف هذه الرؤية تدل على الزواج إن شاء الله، وده مين؟ الشاب الأعزب. 30 شراء الحلوى بالنسبة للعزباء، شراء الحلوى بالنسبة للبنت العزباء تدل على الزواج. 31 زراعة البصل في المنام تدل على الزواج، سواء إذا كان للشاب الأعزب أو للبنت العزباء فهي تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى، بخلاف
قلع البصل ده موت، مش عايزين نتكلم عن الحاجات الوحشة دي. فزراعة البصل في المنام تدل على الزواج. 32 الجلوس على الكرسي، بس الكرسي الثابت، ما هوش كرسي متحرك، ما هوش كرسي اعتراف، ما هوش كرسي اعدام، عشان برضو ما حدش يفهم غلط. الكرسي هو قال الكرسي، واحد يشوف بقى انه على كرسي اعتراف يبقى كده زواج، وكرسي لا لا لا، انا بقول الكرسي الثابت، الكرسي العادي المتبادر للاذهان، الكرسي العادي. فرؤية الكرسي العادي الجلوس عليه زواج ان شاء الله تبارك وتعالى. 33 رؤية البنت العزباء للعم، لما البنت العزباء في المنام تشوف عمها في المنام، رؤية جميلة جدا تدل على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. 33 رؤية القرص، عندنا في مصر في حاجة اسمها القرص، زي الحاجات اللي هي بتتاكل كده من المخبوزات اللي بتتعمل في الافران الحديثه، القرص في المنام، واحيانا ممكن تخبز في البيوت. فرؤيه القرصه في المنام بالنسبه للبنت العزباء تدل على الزواج. 35 الكنز المدفون للعزباء تدل على الزواج، بخلاف الكنز المدفون للمتزوج، بخلاف الكنز المدفون للمتزوجة. الكنز المدفون للمتزوجة حمل، الكنز المدفون للمتزوج رزق ومال، أما الكنز المدفون للبنت العزباء تدل على الزواج. 36 استخراج الكنز من الأرض بالنسبة للشاب الأعزب. الشاب الأعزب لو شاف أنه بيستخرج الكنز من الأرض تدل هذه الرؤية على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. دول 36 علامة تدل على الرزق، عفوا تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. فانتظرونا في اللقاءات القادمة التي تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى في القريب. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من نقص أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله ومن وراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.